دعاء وتوسل إلى الله. يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. يا رب ارضى عنا وسامحنا، نجحنا، افتح علينا، ارحمنا، تقبل منا، ارضى عنا الليلة، اجعلها ليلة سعادة، اجعلها ليلة رحمة، استرنا ولا تفضحنا، رضي عنا أبائنا وأمهاتنا، افتح علينا الليلة دي فتح كبير، قربنا منك، ارزقنا حبك، اغفر لينا وارضى عنا يا رب، نخرج من رمضان وانت راضي عننا يا رب. آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.